السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم في حل أسئلة الوحدة الثالثة، إدارة المخاطر والذمم في المشروع الصغير. ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة لكل مما يأتي. بماذا تسمى المخاطر التي تواجه المشروعات التي لا يقتصر تأثيرها على مشروع معين أو قطاع ما، بل تؤثر على النشاط الاقتصادي ككل؟ هي تعتبر منتظمة، أي مخاطر منتظمة. ما نوع الاستراتيجية التي تتعامل بها إدارة المشروع للتعامل مع الخطر عندما تقرر مواجهة المخاطر والتعامل المباشر معها؟ تكون قد قبلت الخطر، أي قبول المخاطر. إلى ماذا تشير عملية تقييم تأثير المخاطر المحتملة على المشروع بهدف ضمان اتخاذ الخطوات السليمة للتعامل مع المخاطر؟ نقوم بعملية تحليل المخاطر. ما الاستراتيجية المستخدمة في المشروع عندما تقرر إدارته التأمين ضد مخاطر الحريق؟ نتكلم عن نقل المخاطر. ما نوع الائتمان الذي يمنح للتجار والموزعين والمستهلك الصناعي ويعد بمثابة وسيلة لتسهيل الدفع أكثر منه أداة تمويل أو إقراض؟ يعتبر ائتمان تجاري. الآن إلى السؤال الثاني، عرف كل مما يأتي. إدارة المخاطر هي تطبيق منظم لمجموعة من السياسات والإجراءات المتعلقة بتحليل وقياس المخاطر المصاحبة لبيئة العمل بهدف التحكم بها أو تخفيضها إلى مستويات مقبولة، وبما يضمن تحقيق المشروع أهدافه. أما عندما نتحدث عن تحديد المخاطر، فهي عملية تشخيص المخاطر الحالية والمستقبلية التي قد تعيق تحقيق المشروع لأهدافه، لتوصيفها وتصنيفها وفقا لمسبباتها، وذلك باستخدام أدوات ووسائل مختلفة. أما عندما نتحدث عن تحليل المخاطر، فنتحدث عن قياس وتقييم مدى تأثير المخاطر المحتملة على المشروع بهدف ضمان اتخاذ الخطوات المناسبة للتعامل معها، حيث يتخذ تحليل الخطر إما شكلا نوعيا أو كميا. أما عندما نتحدث عن صافي القيمة الحالية للائتمان، فهي الفارق بين صافي القيمة الحالية للبيع وتكلفة البيع بالائتمان. إلى السؤال الثالث، وضح إجراءات منح الائتمان في المشروع. نبدأ بتحديد هامش المخاطرة المقبول. لابد أن يكون هناك هامش للمخاطرة، ومن ثم نقوم بعملية جمع البيانات عن الزبون الطالب للائتمان، ومن ثم نعمل على تحليل المعلومات عن الزبون لتصفيته، هل هو مقبول ائتمانيا أم غير مقبول ائتمانيا. اتخاذ قرار نهائي بقبول طالب الائتمان أو رفض هذا الطلب. إلى السؤال الرابع، قارن بين المخاطر المنتظمة والمخاطر غير المنتظمة. نتكلم عن المخاطر المنتظمة، فطبيعة تأثيرها لا يقتصر تأثيرها على مشروع معين أو قطاع ما، وتحدث بسبب تغيرات اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية، ولا يمكن تجنبها أو السيطرة عليها. إذن هي مثل تأثيرات البيئة، هي بمثابة تأثيرات البيئة الخارجية والتي تشكل فرصة أو تهديد. أما المخاطر غير المنتظمة فيقتصر تأثيرها على مشروع معين أو قطاع ما، وتنتج عن عوامل متعلقة بالمشروع نفسه، متعلقة بجوانب إدارية أو مالية أو تسويقية أو إنتاجية أو فنية لمشروع معين بقطاع اقتصادي ما دون آخر. أما عندما نتحدث عن إمكانية تجنبها، يمكن السيطرة عليها وتجنبها والتخفيف من آثارها على الأقل. السؤال الخامس، الجدول الآتي يتضمن مجموعة من المزايا المحتملة للائتمان، والمطلوب تحديد ما يشير منها إلى مزايا الائتمان. زيادة حجم المبيعات هو ميزة محتملة للائتمان. أما عندما نتكلم عن الديون الهالكة، فهذه لا تعتبر ميزة محتملة للائتمان، وكذلك زيادة الاهتمام بالسعر أكثر من الاهتمام بالجودة غير محفز على الائتمان. حجز جزء من رأس المال في السلع المبيعة أيضا لا تعتبر ميزة محتملة للائتمان. زيادة المصروفات التشغيلية ميزة غير محتملة للائتمان.
أما عندما نتكلم عن الاحتفاظ بالزبائن المتعاملين مع المشروع فهي محفز أو ميزة للائتمان. إقامة العلاقات الشخصية مع الزبائن هي أيضا من محفزات الائتمان. إلى السؤال السادس، يعمل مصنع العباسية للزجاج في مجال قص وتشكيل الزجاج بمقاسات مختلفة ليتم استخدامه في صناعة الأبواب والنوافذ، ويواجه المصنع أثناء ممارسته عمله مجموعة من المخاطر، وعلى رأسها مخاطر بيئة العمل المتعلقة بصحة العاملين وسلامتهم. فإذا علمت أن احتمالية تعرض العاملين لديه للإصابة تتدرج من الإصابة الجسيمة والإصابة المتوسطة والطفيفة، علما بأن لكل حالة تكاليف مرافقة لها والجدول الآتي يوضح: الإصابة الجسيمة احتمالية حدوث الخطر 15% وتكلفة الخطر 10,000 دينار، المتوسطة 40% 3,500 دينار، الطفيفة 45% احتمالية حدوثها وتكلفة الخطر 1,000 دينار. نفترض أن عدد العاملين في المصنع 15 عاملا وقد تم تقدير تكرار المخاطر اعتمادا على السجلات التاريخية للصناعة، فكانت عدد حالات الإصابة الجسيمة نتيجة إصابات العمل عاملا واحدا كل سنتين، ومتوسط الإصابة الطفيفة بين العاملين إصابتين شهريا، بدنا نحولها سنويا وبعدين نضربها في سنتين، في حين بلغ متوسط الإصابات المتوسطة 10 حالات كل سنتين، وبلغ متوسط قسط التأمين السنوي عن إصابة العامل الواحد 240 دينارا، في حين بلغت الكلفة السنوية لاتخاذ تدابير وقائية للحماية ضد حوادث العمل 3,700 دينار سنويا. المطلوب احسب كل مما يأتي: احسب قيمة الخطر حسب متوسط التكرار في كل حالة. حساب قيمة الخطر في كل حالة: بداية بين أيدينا قانون قيمة الخطر، احتمالية حدوث الخطر، في تكلفة الخطر، في متوسط تكرار الخطر أي المدة الزمنية. احتمالية حدوث الخطر في الإصابة الجسيمة 15%، تكلفة الخطر 10,000 دينار، قيمة الخطر 1,500 دينار. إذا نضرب ال 15% في 10,000 بيطلع 1,500، 1,500 في متوسط تكراره مرة واحدة خلال المدة بيطلع عندي 1,500 دينار. أما عندما نتكلم عن الإصابة المتوسطة والتي محتمل حدوث تكرارها، احتمالية حدوث الخطر 40% وتكلفتها 3,500، بنضرب 40% في 3,500 1,400 دينار، 1,400 دينار نضربها في 10 بيطلع عندي 14,000 دينار. أما الإصابة الطفيفة والتي احتمالية حدوثها 45% وتكلفة الخطر 1,000 دينار، قيمة الخطر 450 دينار، بنضرب 450 في 2 في 24 بيطلع عندي 48، يعني 450 في 48، احنا من وين اجت ال 48؟ عندي متوسط تكرارها شهريا 2، عندي 24 شهر في السنتين، 2 في 24 48، 450 في 48 بيطلع عندي 21,600. ننتقل إلى البند ب، تكلفة اتخاذ الإدارة لإجراء تحمل الخطر عبر دفع تكاليف إصابات العمل من الميزانية الخاصة بالمصنع. نحسب مجموع قيم الخطر لكل حالة حسب متوسط تكرارها 1,500 زائد 14,000 زائد 21,600، لو بدها تتحملها الشركة لحالها بدها تدفع في السنتين 37,100 دينار. إلى البند جيم، تكلفة نقل الإدارة للخطر عبر التعاقد مع شركات التأمين، متوسط قسط التأمين في عدد العاملين في المدة الزمنية. كم عامل عندي أنا؟ 15. كديش أنا بدي أدفع على كل عامل في السنة؟ 240. طب كم سنة عندي بدي أمن؟ على سنتين، بقول 240 في 15 في 2 بيطلع 7,200 دينار. تكلفة اتخاذ الإدارة لإجراء تجنب الخطر عبر دفع تكاليف اتخاذ التدابير الوقائية 3,700 في 2 سنة بيطلع عندي 7,400 دينار. لاحظ هنا ترتيب الأولويات: الإصابة الطفيفة أخذت المرتبة الأولى، والإصابة المتوسطة أخذت المرتبة الثانية، والجسيمة أخذت المرتبة الثالثة. القرار الذي أنصح إدارة المصنع باتخاذه للتعامل مع مخاطر حوادث العمل هو اتخاذ الإدارة يكون بخصوصه
تقوم إدارة المصنع بعمل مفاضلة بين تكلفة نقل الخطر وتجنبه وتحمل المخاطر. لذا ننصح إدارة المشروع بالتعامل مع مخاطر إصابات العمل عبر اتباع استراتيجية نقل الخطر والتأمين ضد حوادث العمل، لأنه الخيار الأقل تكلفة، الأعلى منه بيجي 7400، والأعلى منه مجموع هذه الأرقام اللي هو أن لو بدها تتحمل اللي هي تقبل الخطر وتدفعه هي، فالأفضل لها أن تحول هذه التكلفة على شركة التأمين. الآن إلى السؤال السابع، إذا توفرت لديك البيانات الخاصة بشركة دار الهدى للنشر والمدرجة في الجدول الآتي، سعر بيع الوحدة 35 دينار في حال عدم منح الائتمان وفي حال منح الائتمان 40. الآن عندي تكلفة الوحدة والكمية المتوقعة بيعها واحتمالية السداد وفترة الائتمان ومعدل الخصم، كم يبلغ صافي القيمة الحالية في حال عدم منح الائتمان؟ مع البند ألف نعمل على إيجاد صافي القيمة الحالية للمبلغ المتوقع استلامه لحظة البيع نقدا، صافي القيمة الحالية لحظة البيع، الكمية المبيعة في سعر الوحدة في الكمية المبيعة في تكلفة الوحدة. يعني احنا بنحسب كم تقريبا الأرباح، بحسب كم بعتها، كم كمية بعت أنا في سعرها، طيب كديش أنا اللي بعته في تكلفتها عليا، 2000 في 35 ناقص 2000 في 25 ليا 35 سعر البيع و25 سعر التكلفة، بقول 70000 ناقص 50000 بيطلع الأرباح عندي 20000، أي أن المشروع سوف يستلم 20000 دينار نقدا لحظة البيع، أي أن صافي القيمة الحالية لهذا المبلغ يساوي صافي التدفق النقدي له في الوقت نفسه. نحسب صافي القيمة الحالية في حال منح الائتمان حالة البيع بالائتمان، وهنا يجب على إدارة المشروع الوقوف على احتمالية عدم سداد الزبون لقيمة مشترياته، بحيث يتم تحديد معامل الخصم المطلوب لحساب القيمة الزمنية للنقود، وبذلك فإن صافي القيمة الحالية حسب القانون الكمية المبيعة بالائتمان 3000، سعر الوحدة 40، 1 زائد معدل الخصم المطلوب له 3%، احتمالية السداد عندي 85%، الكمية المبيعة بالائتمان 3000، تكلفة الوحدة عندي 32، 120000 على 1.3% ضرب 85% ناقص 96000 بيطلع عندي الجواب 3029.12 دينار. لذا حتى نتخذ قرار بمنح الائتمان من عدمه، نقارن بين صافي القيمة الحالية لحظة البيع والبالغة 20000 دينار مع صافي القيمة الحالية في حال منح الائتمان لي 3000 دينار. لذا نرفض منح الائتمان كونه ذو قيمة حالية أقل من صافي القيمة الحالية لحظة البيع نقدا. الآن إلى البند دال، احتمالية السداد المطلوبة حتى تقرر إدارة المشروع منح الائتمان، وهنا نطبق على قانون صافي القيمة الحالية حالة منح الائتمان. بدنا نيجي نفترض هنا احتمالية السداد اللي هي بدنا نفترضها سين، فبنعوض 3000 في 40 على 1 زائد 3% وبنكمل القانون بطلع عندي 20000 دينار. الآن بنطلع قيمة اللي هو الجسيم بنضمن بطلع 120000، بنجمع هدول 1.3%، تمام. الآن الألفين نزلناها، حولنا 96000 على الشقة هذه، الآن بضل عندي مين؟ بضل عندي اللي هو 120000 في سين على 1.3. هنا نقوم بجمع اللي هو الألفين زائد 96000 ونقسم 120000 على 1.03. الآن بنقسم الطرف اللي هنا على الرقم اللي هو المجاور للسين اللي هو 116504.85 دينار، بيطلع عندي نسبة السداد 99.56% نسبة السداد المطلوبة. نشكركم على كرم المتابعة، ونسأل الله العلي العظيم لنا ولكم دوام التوفيق والنجاح.